يقع اللواء 82 دفاع جوي المحرر بالقرب من مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. كان هذا اللواء يوما ما من أهم معاقل النظام في المنطقة، حيث كانت نيران مدفعياته تطال معظم بلدات الريف الغربي. تم تحرير هذا اللواء على أيدي فصائل الجبهة الجنوبية في 25 من كانون الثاني هذا العام، لتعلن بعدها مدينة الشيخ مسكين محررة بالكامل. هنا في هذه القطاع الجيش العربي السوري يعلم مع اجتماعات التآمر وقاعة التآمر على قتل المدنيين، هاي فوارغ عم يضرب بها الشعب الأعزل كان يضرب بها بس الحمد لله لواء 82 في بلد الشيخ مسكين الحمد لله. ومن الجدير بالذكر أن المعركة على هذا اللواء استمرت قرابة 90 يوما، حيث كانت تتحصن هنا ميليشيات إيرانية وعناصر من حزب الله. استطاع الثوار بعد تحرير اللواء من السيطرة على أسلحة ثقيلة ونوعية، ها هو اللواء اليوم مهجورا خاويا على عروشه، تشهد بقايا أبنيته ودشمه العسكرية على ضراوة المعركة التي حصلت. اللواء 82 اليوم ينتظر إخوته من الألوية التي تبقت مع قوات النظام لتنضم إليه وتسجل بقائمة التحرير.